بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة إيمان عبد الله، دكتورة علم النفس والعلاج الأسري وعلاج الاضطرابات السلوكية للمراهقين والأطفال. أهلا بموقع هير نيوز وأهلا بالسادة المتابعين والمشاهدين. النهاردة موضوع الحلقة طبعا هو يعني إزاي أختار صديقاتي أو إزاي أختار صديقة، ودايما ده السؤال اللي بيتسأل من البنات كتير جدا لينا. يعني طبعا الصداقة شيء مهم وجميل وعلاقة يعني راقية جدا، وعلاقة كلنا بنحتاجها، لأن الإنسان بطبيعته هو بيحتاج لناس يعيش معاهم يشاركوا الأفراح والأحزان. طيب إزاي أنا النهاردة أختار صديقتي وتكون يعني شخص فعلا بالنسبة لي داعم؟ اولا عشان اختار صديقه تبقى داعمه ليا ومشاركه ليا في افراحي واحزاني، لازم اختارها بعنايه. يعني ممكن تكون يعني شخصيه انا حبيتها ولقيتها انها قريبه ليا من افكاري واهدافي من خلال العمل، فممكن صديقتي تبقى صديقه اصلا من مجال او من بيئه العمل بتاعي او من بيئه الدراسه، يعني سواء دراسه في اي مرحله من المراحل لقيت فعلا صديقتي يعني بعد طبعا فتره انها بقت أقرب حد ليا. ممكن الصديقة دي تبقى من الأسرة نفسها، ممكن تبقى ماما، ممكن تبقى أختي، ممكن تبقى أخويا، أي فرد من أفراد الأسرة. وده من النوع اللي أنا بحبزه جدا فعلا، يعني رغم أن أنا ليا أصدقاء بحبهم جدا، ولكن طبعا مفيش يعني أكتر من صداقة الأم أو الأخت أو حد من المقربين ليا أسريا، لأنه ده بيزيد من توطد العلاقة ما بيننا وما بين بعض، وبيقرب الصلة أكتر وأكتر، وهو بيبقى أكتر حد فاهم وعارف أنا ممكن أكون بعاني من إيه. مش شرط طبعا، ولكن ده الأفضل يعني. طيب بنات كتير بتسألني بتقولي طب إيه اللي ممكن الصفات اللي تكون موجودة في الصديقة، أو ممكن علشان العلاقة دي تستمر كصداقة لمدى طويل المفروض يبقى فيها إيه؟ المفروض يبقى فيها صفات حميدة، فيها صفات إيجابية، فيها صفات قريبة من صفاتي، في أهداف مشتركة بيننا، في يعني صدق في كلامها، في حب، في علاقة تبادلية، علاقة ما تعتمدش على الأخذ فقط، دايما أشاركها وتشاركني أفراحي وأحزاني، عندها طبعا صفات يعني خلتني أنا أحبها وأتقرب منها، زي الصدق، زي الأمانة، زي النصيحة الكويسة، النصيحة اللي هي بتيجي في وقتها، بتبقى مرايتي، يعني حاجات أنا مش واخدة بالي منها ومش شايفاها هي بتبقى مراية ليا. الصداقة لازم تبقى مبنية على التفاهم، بتبقى فهماني وبتعرف تنصحني بالفعلا بالمعلومات اللي أنا محتاجاها وبالإرشادات اللي أنا محتاجاها فعلا منها في الموقف ده. إنما في كتير من الناس بيقولوا إنه أحيانا إحنا لما بنيجي نختار بنختار أصدقاء في البداية بيبقوا كويسين، لكن بنكتشف في النهاية إن هم مش كويسين. هل ده سوء اختيار مني ولا سوء فهم؟ هو مش موضوع سوء اختيار ولا سوء فهم، هو الموضوع موضوع ان احنا لازم يبقى عندنا حاجة بنتعلمها من خلال العلاقات، ان انا بعمل عملية تصفية كل فترة، افلتر كده واشوف مين اللي ممكن يكمل معايا ومين اللي ممكن ما يكملش معايا، لان احنا ما نقدرش نحكم على حد في فترة قصيرة كانت او طويلة او قصيرة انه ان الصديقة دي ممكن تستمر معايا على طول، الا من خلال ان انا اشوف فعلا حاجات وابدأ اجمعها واشوف هل الصفات دي تنفع معايا ولا لا. يبقى انا لازم كل فتره اعمل فلتره وتصفيه للناس اللي ممكن اني انا اكمل معاهم كصديقات ولا ما اكملش. هير نيوز، اخبارها كلها عندنا.